مساء الخير، أهلا بيك، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض طبق الشاورما بطريقة سهلة وبسيطة وبمقادير موجودة في كل بيت، وهتطلع معاكي أحلى من الجاهزة بكتير. وبخطوات بسيطة هتحصلي على نتيجة ممتازة وزي الجاهزة وأحلى. ويا رب كده الفيديو ينال إعجابكم، وإذا عجبكم الفيديو شير ولايك للفيديو وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي على اليوتيوب على صفحتي على الفيسبوك. ويلا بينا نشوف الطريقة والمقادير مع بعض. معانا هنا الفراخ بتاعنا مقطعينه قطع صغيرة ورفيعة بالشكل ده زي ما انت شايفة كده. هننزل عليهم بالتوابل بتاعتنا. التوابل بتاعتنا عبارة عن بصل بودر، بابريكا، توم بودر، بهارات سبعة، جنزبيل، شطة حمراء، ملح، بهارات فراخ، فلفل أسود، وكمون. دي كل البهارات بتاعتنا. التوابل دي على حسب رغبتك، ممكن تشيلي منها وممكن تضيفي. التوابل دي بتدي طعم جميل للشاورما. هننزل عليها بحوالي معلقتين كبار خل، وكمان نص عصرة ليمونة، وعلبة زبادي صغيرة، وهنقلبهم كويس في بعض. وهننزل عليهم كمان بمعلقتين من الزيت، وهنقلبهم كويس في بعض. هتظبطي ملحها وبكده جهزت معانا أحلى تتبيلة للشاورما زي الجاهزة وأحلى كمان. هننزل عليها على الفراخ وهنقلبهم كويس، وهنسيبهم في التتبيلة دي على الأقل 6 ساعات. ومن الأفضل يعني تجهزيها من بالليل، كل ما تفضل في التتبيلة وقت أطول كل ما هتحصلي على نتيجة أفضل وطعم أحلى بكتير. هنسيبها تتشرب، ولو مستعجلة عليها ممكن أقل حاجة 3 ساعات. هنقلبهم كويس في بعض علشان الفراخ كلها تتشرب من التتبيلة بالشكل ده، وهنسيبهم وهنشوفهم لما نيجي نسويهم، وهنشوف باقي الخطوات مع بعض. في طاسة على النار انا هنزل فيها بمعلقة سمنة كبيرة، وهنسيب السمنة دي تسيح وتسخن كويس. هنا بعد ما سخنت السمنة بتاعتنا كويس هنبتدي ننزل بالشاورما بجميع التتبيلة اللي احنا حطيناها. هنقلبها كويس. لازم تسخني السمنة كويس علشان احنا مش عاوزينها تفقد السوائل اللي جواها، المية اللي فيها ريحتها جميلة بجد. من قبل ما تكمل السوا ريحتها جميلة جدا، مالية الشقة زي الجاهزة وأحلى كمان. هنا بعد ما قلبناهم كويس هننزل عليهم بالبصل. حطي الكمية اللي تناسبك على حسب كمية الفراخ اللي انت مستخدماها. حطي بصل، الخضار ده على حسب رغبتك انت، حابة تكتري حابة تقللي براحتك. هنا معايا حبة طماطم انا خالياها من البذور بتاعتها، وكمان معايا حبة فلفل اخضر. هنبتدي ننزل الاول بالفلفل الاخضر، نديله تقليبتين كده. ولو فلفل الوان معاكي ممكن تضيفيه. نبتدي نقلب لحد ما الشاورما بتاعتنا تاخد من الفلفل الاخضر طعم كده وريحه. احنا مش هنضيف اي سوائل يعني ميه او اي حاجه، احنا هنسوي الفراخ بتاعتنا بس بالتتبيلة اللي احنا ضفناها لها، مش اكتر من كده. عشان تاخدي طعم جميل لازم تقلبيها باستمرار عشان متلزقش معاكي في الطوة وتتحرق. اول ما الفلفل بتاعنا يبتدي يدبل بالشكل ده هننزل بحبة الطماطم، هنقلبها كويس. وبكده يكون جهز طبق الشاورما بتاعنا بأسهل طريقة
وزي بتاع المحلات واحلى كمان. طبعا احنا عاوزين نعمل لاولادنا حاجات حلوه ومضمونه في البيت، هتعملي لهم احلى سندوتشات شاورما في البيت باقل التكاليف، ومن اقل حاجه هتعملي كميه كبيره وحلوه لاولادك. ويا رب كده يكون الفيديو نال اعجابكم، واذا عجبكم الفيديو شير ولايك للفيديو وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي على اليوتيوب وعلى صفحتي على الفيسبوك. ومع السلامة.